السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نتكلم عن الـ SVT. خلينا ناخذ هذا الكيس سيناريو. هاي المريضة عمرها 57 سنة، اجت للطوارئ with sudden onset of palpitation. طيب بعد ما سوينا لها ECG موضح قدامكم، شخصناها بـ SVT. شو راح نبدي المانجمنت؟ المانجمنت راح نبديه نخلي المريضة على الكارديك مونيتر ونشد لها IV كانيولا بالليفت بريكيال فين. طيب بعد اذا المريضة هيمودينامكلي انستيبل، يعني كانت هايبو تنشن عندها وعندها ديستيرب ليفل اوف كونشسنس، هنا ننطيها سينكرونايزد DC، نبدا ب 200 جول. مثل ما شرحنا سابقا جهاز DC، هاي اكو زر فوق نضغط عليه راح يصير سينكرونايزيشن على QRS، وبعدها نخليه على 100 جول وتشارج ننطي الشوك. طيب اذا كانت المريضة هيمودينامكلي ستيبل، فعندنا طريقين، يا اما نون فارماكولوجيكال انترفينشنز يا اما فارماكولوجيكال انترفينشنز. النون فارماكولوجيكال انترفينشنز اللي هي يا اما كاروتيد سينس مساج، جاج ريفلكس، كافينج، موديفايد فازالفا مانوفر. احنا راح نتكلم عن الموديفايد فازالفا مانوفر. بالنسبة للفارماكولوجيكال فاختصرناها بكلمة ACBAD. الاي هو ادينوسين، السي كالسيوم شانل بلوكرز، البي بيتا بلوكرز، والاي اميودارون، والدي دي سي شوك. طيب نبدأ النون فارماكولوجيكال انترفينشنز. هنتكلم عن الموديفايد فالزالفا مانوفر. طبعا السكسس ريت مالتها 50%. هنا شو راح نطبقها؟ نخلي او بداية المريض بزاوية 45 درجة، يعني شبه قاعد، وننطيه سرنجة ام 10 cc. لازم سرنجة ام 10 cc، لا تستخدمون ام 5 cc، ونخليه ينفخ بها لمدة 20 ثانية. ينفخ لمدة 20 ثانية، بعدها نرفع رجلينا مثل ما موضح بالصورة ونخليه على ظهره. نبقى رافعين رجلينا لمدة 20 ثانية ثم نخليه يقعد. إذا ماكو ريسبونس للنون فارماكولوجيكال راح ننتقل للفارماكولوجيكال انترفينشن. بداية راح ناخذ الأدينوسين اللي هو الفيرست تشويس افتر فيلير اوف نون فارماكولوجيكال انترفينشنز. الأدينوسين موجود بفيالي بيها 6 ملغرام و 2 مل. احنا ايش راح نبدي؟ راح نبدي 6 ملغرام، يعني فيالة واحدة. اذا ماكو ريسبونس ننتقل ل 12 ملغرام اللي هو 2 فيالتين. واذا ماكو ريسبونس بعض المصادر تقول 12 وبعضها تقول 18 ملغرام، يعني ممكن نستخدم فيالتين او 3 فيالات. لكن انه المريض اذا ما استجاب لل 6 ملغرام ولا ل 12 ملغرام، يعني ما استجاب للدوز الاول ولا الدوز الثاني، يفضل من ننطي دوز ثالث ننتقل للعلاج الثاني. طيب شلون راح ننطي الادينوسين؟ الادينوسين هاي الكانيولا اللي خليناها باليد اليسرى بالبريكال فين، بيها فوق هذا منفذ اللي هو ننطي الادينوسين من هذا من هاي سباي سرنجة، ثم مباشرة ننطي وراها 10 cc نورمال سلاين. لازم 10 cc نورمال سلاين ندفعها مباشرة ونرفع ايده. يعني بالبداية دفعنا منها ادينوسين من هذا المنفذ، وبعدها دفعنا منها 10 cc ورفعنا ايد المريض بسرعة. طبعا الهالف لايف هو 10 ثواني مال ادينوسين، وبس بيه سايد افكت، مثلا ممكن يصير عند المريض تشست بين، ممكن فلاشينج، ممكن سيفير برونكوسبازم. فلهذا ما ننطي المريض الأسمة، لازم نسأل المريض عندك ربو، لو ما عندك، إذا عنده ربو ننتقل العلاج الوراء اللي هو الايزوبتين، تمام، لأنه يسوي سيفير برونكوسبازم. طيب العلاج الوراء اللي هو الكالسيوم شانل بلوكرز اللي ننطي الفيراباميل، موجود باسم تجاري اسم الايزوبتين 5 ملغرام ب2 مل مثل ما تلاحظون قدامكم.
ايش راح نسوي؟ طبعا هاي حسابات ودوزات حتى من دوكم. ايش ننطي؟ ننطي أمبولة واحدة، ننطي أمبولة واحدة اللي هي 5 ملغرام. بعد 15 دقيقة ماكو استجابة، هم نعيد 5 ملغرام، أو ممكن نعطي 10 ملغرام على أمبولتين. تمام، الماكسيمم دوز الكلي هو 20 ملغرام، يعني 4 أمبولات أزوبتين. إذا إحنا إيش راح ننطي؟ هننطي أمبولة واحدة بالبداية، ورا 15 دقيقة ماكو ريسبونس ننطي أمبولتين، وممكن الماكسيمم دوز يكون 4 أمبولات. طيب اذا الفيرابامين ماكو ريسبونس ننتقل لبيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز اللي هو الميتوبرولول تارتريت، الميتوبرولول تارتريت موجود باسم تجاري اسمه بيتا بلو بيتا لوك، موجود ب 5 ملغرام بال 5 مل. فراح ننطي امبوله واحده اللي هي 5 ملغرام، ننطيها سلو اي في خلال دقيقتين. اذا ماكو ريسبونس ورا 5 دقائق نعيد نفس الدوز. طبعا هنا يحق لنا ننطي 3 أمبولات كماكسيمم دوز. بس هنا يخافون من ينطون الكالسيوم والبيتا بلوكر، لانه هذين الاثنين يسوون لنا سيفير هايبوتنشن او اي في او او ساينو اتريال نوت اللي هو اس اي نوت. فهنا نخاف من عدين، لازم نراقب المريض. لكن اليوروبيان سوشيتي اوف كارديولوجي قالت انه استخدام الاثنينات الكو ادمنستريشن اوف سي سي بي والبيتا بلوكرز تنطينا ريسبونس اكثر من 94%. تمام، لكن احنا نبقى خايفين، قلت لكم، من السيفير هايبوتنشن او البلوك. طيب اذا ماكو استجابه للبيتا بلوكرز، عندنا تو جايد لاين. الجايد لاين الاول اللي هو يوروبيان سوشيتي اوف كارديولوجي لك مباشره ننتقل الدي سي شوك، يعني بعد الفشل البيتا بلوكرز انتقل للدي سي شوك. اما الامريكان هارت اسوشيشن قالت لك لا، انطي اميودارون وراه دي سي. الاميودارون ننطي امبولتين، نخليهن 500 سي سي جلوكوز ووتر، لازم جلوكوز ووتر بال 5%، ونمشين خلال ساعة. تمام، طيب هذا شرح بسيط وسريع ان شاء الله عن الاس في تي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.